الحقيقة عايز أقول هنا إن الكابتن محمود الخطيب رئيس وأسطورة النادي الأهلي كعادته يعني بيقدم لنا نموذج عظيم من حب وانتماء بلا حدود للنادي الأهلي. كلام الكابتن محمود الخطيب بيختصر كل اللي أنا عايز أقوله، بس نفسي الكلام يوصل للجمهور وللناس وإحنا عايزين نفسره شوية. كابتن محمود الخطيب اتكلم عن موسم ذهبي للنادي الأهلي، ذهبي على كل المقاييس، نجاح لم يحقق أو لم يحققه تقريبا أي نادي في العالم على صعيد عدد البطولات في موسم واحد، ده بالنسبة لعدد البطولات. وكمان أتكلم يعني لو هتكلم عن النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، لا أنا هتكلم بقى على إنجازات كتير غير البطولات. يعني كابتن محمود الخطيب كمان وجه الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم على الدعم والمساندة. كابتن محمود الخطيب اتكلم عن إن النجاح مش بس على مستوى الفرق الرياضية دي اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليها وتحقيق بطولات، لكن كمان على مستوى الإنشاءات والخدمات في كل الفروع. واللي كابتن محمود الخطيب عايز يوصله في كلمته لما قال ان اللي جاي صعب جدا وانه محتاج دعم ومسانده جمهور النادي الاهلي، ده لان النجاح اللي اتحقق مش هو الانجاز بالنسبه لنا. يعني خلاص البطولات دي بقت ماضي زي ما كابتن محمود الخطيب قال بالظبط، لكن القادم هو الاصعب. انك تحافظ على النجاح ده، انك تزوده، انك توصل للمستوى الفني والرياضي الاعلى كعادتك وتحافظ على ان انت رقم واحد، وكمان على مستوى الانشاءات والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصاديه الكبيره جدا والتحديات الكبيره جدا اللي قدام النادي الاهلي الفتره اللي جايه. خلي بالك النادي الاهلي ما عرفش غير النجاح، بيسعى دايما للاستقرار والنجاح، وده مش هيحصل الا بدعم الجمهور. طبعا في باقي كلمه الكابتن محمود الخطيب وجه الشكر لكل الفرق الرياضيه والنشاط الرياضي بالكامل، وكمان لفريق كره القدم والاسر اللاعبين في كل الفرق الرياضيه. كمان اتكلم عن الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكوره السابق، ووجه له الشكر على مجهوداته، وهي دي اخلاق وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي، جيل بيسلم جيل، وعشان كده دايما الاستقرار موجود في النادي الاهلي. لكن في جزء كمان في كلمه كابتن محمود الخطيب احب نستعرضه سوا ونسمعه مع بعض ونرجع نتكلم فيه تاني مع بعض. يا جماعه وبتتطور بسرعه جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، محتاج احنا كده ممكن الحقيقه يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضه المصريه بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال، مش معقول الاتحادات الرياضيه بقى اعتمادها الاول، كل الالعاب اعتمادها الاول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الانديه، مواردها على الأندية، مواردها من الأندية، والأندية في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الأندية نفسها بتدور على موارد. يا جماعة لازم يكون في أمور لازم نعالجها بسرعة، الأمور بتتصعب وده أمر يقلق القطاع الرياضي كله وخاصة الأندية الجماهيرية، الأندية الشعبية. لازم تكون في قرارات أو مقترحات عاجلة يتم تنفيذها علشان نساعد الأندية الشعبية، وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا وإحنا مازلنا زي ما إحنا. الحاجة المهمة جدا واللازم نتكلم عنها هي المساندة من المؤسسات الدولة وقيادتها لكل المنظومة الرياضية، في المقدمة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا بنشكره طبعا، وبنشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية اللي بتساند كل الأندية والهيئات الرياضية. الحقيقة هنا الكابتن محمود الخطيب وجه رسالة شديدة الأهمية لكل المسؤولين عن الرياضة في مصر، الرياضة بشكل عام مش بس كرة القدم، وكمان وجه الشكر لكل مؤسسات الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضة والمؤسسات الناجحة. كمان وجه الشكر للأجهزة الأمنية اللي تملك كل الإمكانيات على أعلى كفاءة لتأمين أي حدث رياضي، وطلب بعودة الجماهير بالساعة الكاملة للملاعب. كلام الكابتن محمود الخطيب كان خطير جدا كمان فيما يتعلق بتطوير الرياضة المصرية. هو إزاي الاتحادات بتعتمد في مواردها على الأندية؟ وأنا هقول هنا لحضراتكم مفاجأة. اتحاد الكرة المتعثر ماليا واللي عنده مشكلة كبيرة ومشاكل كتيرة
كان عاوز يعتمد على الأندية في حل أزمته المالية، وقال إنه هيجمع فلوس تقريبا 60 مليون جنيه من المتأخرات والمديونيات تقريبا بتاعت القيد. طبعا الأهلي ما عندوش مشكلة في القيد وبيسدد مستحقات اتحاد الكرة بشكل منتظم، لكن تخيلوا اتحاد الكرة جمع كام؟ أقل من 10 مليون جنيه، أقل من 10 مليون جنيه في فترة القيد اللي فاتت دي. عاوز أقول لكم كمان إن اتحاد الكرة مش عارف حتى يدفع فلوس الحكام، الحكام ليها 28 مليون جنيه ما دفعش منهم غير 6 مليون جنيه بس. يعني بقى مؤكد دلوقتي إن اتحاد الكرة هيدخل الموسم الجديد وهو مديون للحكام بفلوس الموسم اللي فات.